النهاردة المحافظة شهدت رياح وأمطار غزيرة زي ما حضراتكم شايفين، ارتفاع أمواج البحر المتوسط أدت هذه الموجة إلى غرق بعض الشوارع وتلف عدد من الخدمات في الكهرباء وأيضا المياه. توقفت حركة المرور بعدد من المناطق اللي تعرضت للغرق زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة. الجو كان سيء جدا. الموجة دي بيسموها الفيضة الصغرى، اتسببت في غرق الكورنيش بعد خروج مياه البحر للطريق. اتعطلت الدراسة والامتحانات غدا. المحافظة طلبت المواطنين بعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق. طلبت المواطنين كمان بعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم وقوف السيارات على أماكن صرف الأمطار، وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الثلاثاء وحتى نهاية يوم الأربعاء. معايا على التليفون، معانا تليفون، معايا الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير دكتورة جيهان، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بيك. يعني عايزينك تشرح لنا طبيعة الوضع في اسكندرية النهاردة. طبعا يا فندم، احنا الهيئة العامة للأرصاد الجوية كنا أصدرنا بيان طبعا تناولته كل وسائل الإعلام، وقلنا إن في حالة من عدم الاستقرار طبعا بداية من الثلاث وتنتهي الجمعة. أيوة. طبعا سفرت الامطار بالفعل بعد اثاره الرمال والاثربه ونشاط الرياح اللي كان ملحوظ على سواحلنا الشماليه الغربيه سلوم مطروح اسكندريه امبارح، وسقطت الامطار متوسطه الشده، وقلنا ان ذروه الحاله في السواحل الشماليه الثلاث والاربع. فطبعا حاله عدم الاستقرار دي كان معاها نشاط رياح وسقوط امطار غزيره ورعديه على السواحل الشماليه، من ضمنهم طبعا اسكندريه النهارده. وطبعا احنا منوهين ان الحاله ان شاء الله هتنتهي الجمعه، ولكن طبعا زي ما حضرتك ما ذكرتي النصائح اللي حضرتك ذكرتيها والتعليمات اللي اصدرتها المحافظه لكافه المواطنين دي نصائح هامه جدا ويجب اخذها في الاعتبار نظرا لسوء الاحوال الجويه في هذه المناطق. طيب هل الموجه دي هتتزايد بكره ولا هتبتدي تقل من بكره؟ هتبتدي تقل من بكره. النهارده طبعا كانت ذروه الحاله بالنسبه للسواحل الشماليه الغربيه، هيتجه المنخفض ناحيه الشرق بكره نسبيا، وهتبدا سقوط الامطار بغزاره اكثر على السواحل الشماليه الشرقيه، بورسعيد، العريش، رفح، شمال سيناء، هتبقى هذه الاماكن هتشهد امطار اكثر غزاره من النهارده. بالنسبه لاسكندريه في فرص سقوط امطار رعديه وكل شيء، بس هتكون اقل حده من النهارده. هل ممكن ان الموجه دي تنتقل الى القاهره او اي محافظات اخرى من محافظات الجمهوريه؟ طبعا احنا قلنا في البيان بتاعنا ان فرص سقوط الامطار على القاهره فرص خفيفه، وهي محافظات الوجه البحري من خفيفه لمتوسطه. فرصه القاهره بكره برضو ما زالت موجوده حتى نهايه البيان يوم الجمعه، ولكنها امطار خفيفه وغير مؤثره على الانشطه. ولكن طبعا القاهره متاثره بنشاط الرياح اللي كان مثير للرمال والاتربه النهارده على اغلب الطرق، وان شاء الله بكره مستمر معانا نشاط الرياح، ولكن الرؤيه هتتحسن نسبيا بكره، والرياح المتربه هتكون اقل حده من النهارده. بشكر حضرتك دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات.